كأني أفهم من ذلك يعني تشخيص جزئي للمشكلة ومحاولة وضع اليد على الإشكال الأكبر كما ذكرتم التعليم. نعم سيد الكريم، لأن شفنا حقيقة من ضمن إشكالياتنا في المجتمع المدني عدم الشمولية، عدم التخصص، فرأينا في هذه المؤسسة حقيقة أن نركز على التخصص. لن تبدع إلا أن تكون متخصصا، أم تكون شمولي في كل شيء فلن تتقن شيء يعني، وبالتالي لكن أنك تعرف كل شيء عن شيء واحد وتعرف شيء عن كل الأشياء الأخرى، فبالتالي كانت مؤسسة كنزان هي تهتم ومتخصصة في العملية التعليمية.